السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على باذنجان او دنجان اللي غادي نتبلوه بواحد التتبيلة رائعة، وغادي نطيبوه بلا زيت، غادي نديروه في الفران وغادي نطيبوه بلا زيت، وكيجي من اروع ما يكون، كيجي ريجيم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناه اللي ما مشتركيش في القناه، وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. وبسم الله انا غادي نبدا معاكم. هنا قطعت الدنجال بحال هكا في هذا الحجم، درته في الحجم ديال السنتيم، كنقطعو شويه غليظ بحال هكا. غادي نجيب هكا الملحه، ما غاديش نغسلو، انا كنرشو هكا بالملحه وكنحك عليه هذه الملحه بحال هكا، كنرقدو مزيان بحال هكا في الملحه. كنزيد نقطع الثانيه، انا غادي ندير هنا جوج دنجالات، وديروا هاد الاكله بحال هكا ديال الدنجال، راه غادي تعجبكم. بعد ما تطيبوه وتاكلوه راه كيجي بنين وكيجي لذيذ، ما نقولش لكم. دابا كندير دنجال اخرى، انا غادي نجيب هنايا واحد السربيته كتكون نقيه، وكنستف فيها بحال هكا الدنجال ديالنا، وكنشفو بعد ما رقدتو في هذيك الملحه بحال هكا، كنضغط عليه بحال هكا حتى كينشف صافي. وكنجيب هاد رقائق الذره او الكونفليكس، الا ما كاينش عندكم غادي تجيبوا بحال هكا الخبز ديال الدار، وكتكرموه اللي كيكون عندكم كارم، وكتكرموه هكا تحمصوه في الفران وتفرشوه بحال هكا، كتهرسوه بحال هكا. انا غادي وجدتهم حطيتهم على جنب. غادي نجيب واحد جوج حبات ديال البيض، كندير هاد جوج حبات ديال البيض وكنضربهم مزيان بالفرشيطه هكا او بالشوكه، كنبقى نضربهم مزيان. كنجيب هنا فص ديال الثوم، الى عندكم الثومه بودره ديروها، انا ما وجدتش عندي، كديروا نص معلقه. انا درت هكا هذا الفص ديال الثوم باش كيعطي نسمه زوينه. وغادي نتبل، كندير راس المعلقه ديال الابزار او الفلفل الاسود، انا عندي هنا البيض ما كنقويش منه، وكندير نص معلقه ديال القزبر يابس، وكندير معلقه ديال البابريكا او فلفله حلوه. هادو هما التتبيله اللي كندير. هنا غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال المايونيز، هذه عير صغيره فقط للتنسيم، حتى هي كتعطي نسمه زوينه. وغادي نخلط البيض مزيان مع هاد التتبيله، كنسيت نضربو مزيان حتى كتخلط لينا التتبيله مزيان صافي. وغادي نجيب الدنجال ديالنا، غادي نبدا نرقدو في هاد البيض بحال هكا، كنرقدو كنغطسو هكا في البيض، كنزيد نغطسو حتى كيشرب لينا البيض بحال هكا. وغادي نديرو في هاد الكونفليكس او الرقائق ديال الذرة، غادي نزيد الاخرين معاكم، راه كيجي ما نقولش ليكم، وكيجي ناشف وطيب، يعني طياب كيجي رائع، والبنة واللذة بحال هكا اللي العشاق الباذنجان اللي ما تاكلوش بحال هكا طيب في الزيت ولا هذا، هذيك تجي ساهله. الناس اللي كيديري الحميه، غادي نزيد الثانيه نرقدها بحال هكا نحمصها في هاد غادي نستمر عليه بحال هكا حتى كنكمل. غادي نجيب واحد اللاطه اللي فرشت ليها الورق ديال الزبده، وغادي نستف فيها بحال هكا الدنجال ديالنا. حنا هاد جوج باذنجانات غادي يعطيونا واحد الكميه ما شاء الله عليها صافي، كنستمر عليه حتى كنصوب اللاطه ديالنا كلها صافي. وكنجيب الزيت البلديه، انا عندي هنا زيت الزيتون، كندير واحد الخويطات هكا ديال زيت الزيتون فوق ديال الدنجال لان كيعطي نسمه زوينه،
وعيني هو واخا كناكلوه يعني راه ريجيم، ما تنقويش. كندخلو الفران على درجة الحرارة 180 صافي، وكنخليه 20 دقيقة راه كيكون موجود. نتوما شفتو معايا كيفاش كيجي، كيجي محمر وكيجي من الداخل طيب. صافي حنا وجدنا الدنجال ديالنا، نتوما شفتو كيفاش كيجي. وغادي نرافقو بواحد السلطة اللي كتجي حتى هي ساهلة، انا غادي نوجدها معكم دابا. هنا بسم الله عندي هنايا واحد زلافة صغيرة ديال الروز، انا غندير غير كمية صغيرة، نتوما كديرو على حسب. وعندي زلافة ديال الخيزو مقطع طريفات، وعندي زلافة ديال البطاطا، يعني حبة ديال الخيزو وحبة ديال البطاطا. وعندي واحد 100 غرام ديال الروز بحال هكا. كندير الماء يعني تنقوي الماء. الروز حنا غسلناه، انا كندير هذا الروز الصفر ما كيتحلش. كندير خيزو او الجزر، وكندير هنايا هاد البطاطا، كنزيد الماء لان هنايا واخا نقويو الماء يعني راه باقي غادي نطيبوه، غادي نسلقوه وغادي نعرضوه للماء بارد. كندير المليحه صافي، كنسد عليه في طنجره الضغط وكنخليه يطيب 10 دقائق راه كيكون موجود. هنا غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال المايونيز، وكندير زيت البلديه حساب واحد جوج معالق كبار. كندير الابزار او الفلفل الاسود راس المعلقه، الملحه حسب الذوق، ما تنقويوش لان درنا الملحه هكا في الروز. وكندير واحد جوج معالق ديال الحامض مرقد بحال هكا صافي، وكندلك مزيان حتى كتخلط ليا هاد الصلصه البيضاء صافي. بعد ما شللنا الروز في الماء، حنا داز 10 دقائق وشللته هكا في الماء، ما كنخليوش يطيب بزاف. غادي ندير الروز، وغادي ندير هنا واحد الحبه ديال البصله صغيره، قزبر والمعدنوس. هنا كندير واحد جوج حبات ديال الفجل، كنقطعو هكا رقيق بالقشره ديالو. غادي نزيد الزيتون، كندير الزيتون الاخضر، كنحتفظ بالكحل صافي. وكنجيب هاد الصلصه باش كنخلط بها هاد السلطه صافي، كنزيد نخلط مزيان. حنا كنخلطوها حتى كتشرب هذيك التتبيله. غادي ندوق على حسب الملحه، لانني انا ما قويتش الملحه الساعه هي هذيك. هنا كندير هاد عندي هاد المول ديال الكيك بحال هكا، كندير به الزواقه، هذا كيبقى اختياري. تقدروا ديروا زلافات، تقدروا كل واحد كيفاش كي يوجد السلطه ديالو. كنضغط عليها مزيان باش كتعطينا داك المنظر. كنزيد نضغط عليها وكنكمل. غادي نجيب واحد الصحن فاش غادي نحطها صافي، كنسوسها هكا بشويه. هذه كتبقى اختياريه، هي الاكله ديالنا وجدات السلطه ديالنا. كنزوقوها هكا بهذا الدنجال، هذه كلها يعني هذه الاكله كلها ريجيم وصحيه صافي. كنزينوها هكا بواحد الحبه ديال المطيشه، هذه كتبقى اختياريه على حسب الوليدات بحال هكا تعجبهم او علاش لينا حنايا نيت علاش لا. كندير الزيتون، صافي ها الاكله ديالنا موجوده. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه، اللي ما مشاركيش في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. وكنقول لكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.